السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى صحاب في الدنيا، وحشتوني كتير كتير. النهاردة جايبة لكم وصفة جميلة جدا، وصفة النهاردة لإزالة الكرش ولإزالة الدهون وبطن مسطحة والتخسيس. وصفة مكونة من مكونات بسيطة جدا، موجودة عندك في البيت، مش هتكلفك أي حاجة. وصفتي سهلة زي ما احنا شايفين، بس قبل ما أقول وصفتي ما تنسوش تشتركوا في قناتي، قناة وصفات طبيعية مع جيجي، عشان تتابعوا معايا كل وصفاتنا الجميلة وكل وصفاتنا السهلة، وعشان نعملها كل يوم مع بعض. ويلا بينا نقول مكونات وصفتنا. وصفة النهاردة يا بنات عبارة عن خيارية جبتها وقشرتها وقطعتها ترنشات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. دي الخيارية اهي، جبتها وقشرتها وقطعتها ترنشات، وعبارة عن ليمونة قطعتها برضو ترنشات بالشكل ده، وعبارة عن 4 أو 5 عيدان نعناع بالشكل ده. انا هقربها للكاميرا عشان تشوفوها. الخيارية والنعناع والليمونة انا قطعتها ترنشات. هتعملي ايه بقى؟ هنجيب الكاس بتاعنا ده اللي احنا بنشرب فيه المية في رمضان. طبعا الكاس ده عبارة الشفشق ده بياخد تحريق تقريبا كده 1.5 لتر مية. هتحطي بقى المكونات بتاعتنا دي على المية. تعالوا نحطها مع بعض. معلش الشفشق طويل قوي. هنحط الليمون وهنحط الخيار بالشكل ده اهو، وهنحط النعناع بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين. ادي المكونات بتاعتنا حطناها في الشفشق بتاعنا اهي بالشكل ده، وهتقلبيها كده باستمرار يعني حوالي 10 دقايق. تحاولي تقلبيها كده، وهتسيبي المكونات بتاعتنا ديت في المية زي ما احنا شايفين كده حوالي 3 ساعات. يبقى احنا هنعملها ان شاء الله في رمضان قبل الاذان ما يأذن ب3 ساعات. لازم تكون مجهزة المية ديت وحاطة فيها المكونات بتاعتنا اللي احنا قلناها دي، علشان هنستعملها ان شاء الله اول ما الاذان يأذن. هتغيري ريقك بتمراية، وبعد كده هتصبي كوباية مية من ديت، هتفطري بيها وبعدين تاكلي الوجبة بتاعتك بتاعت الفطار عادي. الوصفة دي يا بنات جميلة جدا، هتزيل الكرش وهتحصلي على بطن مسطحة، هتخسسك برضو لانها كويسة جدا جدا لتنزيل الدهون ولإزالة الكرش. وصفتي كانت سهلة، وصفتي جميلة جدا، هتعجبكم في متناول الجميع ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تعملوها وتجربوها. لو انت عايزة تحطي زنجبيل ممكن تحطي زنجبيل برضو نص معلقة او حاجة، بس احنا عاملينها النهاردة بمكونات بسيطة جدا جدا موجودة عندك في البيت. ومش محتاجة مش عايزة جنزبيل ما تحطيش جنزبيل، لان في احيانا الجنزبيل بيبقى حامي شوية على بعض الناس. لكن الوصفة بتاعتنا هتدي نفس المفعول سواء حطيتي الزنجبيل او ما حطيتهوش. شايفين الشفشق بتاعي بقى شكله جميل ازاي، المية حلوة فيه. ان شاء الله باذن الله هتشربي كوباية قبل الفطار زي ما قلنا، وهتشربي برضو كوباية قبل السحور بساعة. قبل الفطار ايه يعني؟ هتغيري ريقك بتمرية وبعد كده تشربيها، وبعدين تفطري الوجبة بتاعتك بتاعت الفطار. وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم. وهشوفكم ان شاء الله في الوصفة الجاية مع جيجي وصفات طبيعية. وما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش في الشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشتركين. وهستناكم ان شاء الله تشتركوا في القناة علشان تاخدوا تشوفوا كل وصفاتي وتتابعوا معايا كل جديد احنا بنقدمه بإذن الله. وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي.